بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له العزة والجبروت، وبيده الملك والملكوت، وله الأسماء الحسنى والنعوت، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي العربي المكتوب في التوراة والإنجيل المنعوت، وعلى آله وأصحابه الذين لهم في صحبته واتباعه الأثر البعيد والصيت، صلى الله عليه وعليهم ما اتصل بالإسلام جده المبخوت وانقطع بالكفر حبله المبتوت، وسلم كثيرا. أما بعد أحبتي في الله، بادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا في الحصة الماضية عند قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم. قال بل لبث 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ويجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، صدق الله العظيم. ثم تطرقنا إلى لغز، لغز حقيقي، كيف أن الله عز وجل يقول للعزير على الرأي المشهور: لبت يوما أو بعد، بل لبت 100 عام. وكيف أن العزير يقول لله عز وجل: لبت يوما أو بعد يوم، لبت يوما أو بعد يوم. ورأينا كيف أن الله عز وجل قابض الزمن في مسألة الطعام والشراب، وبسط الزمن في مسألة الحمار، حتى قال الله تعالى: ولنجعلك آية للناس. والآية تدل على ماذا؟ تدل على طلاقة قدرته سبحانه وتعالى. والآية كما رأينا هي أن العزير عندما ذهب إلى ابنه وجده طاعنا في السن، وجد ابنه يعني عنده 100 عام 100 سنة، والأب له 50 عام ببساطة شديدة، لأن العزير هذا من باب التذكير أحبتي بالله، لأن العزير قد توفاه الله عز وجل وأماته وهو ابنه 50 عاما، وابنه عاش حياة متواصلة لأنه لم يموت ولم يبعث، حتى قال الشاعر ملغزا: وما ابن رأى أباه وهو في ماذا؟ وهو في ضعف عمره. لتذكير أحبتي بالله هذه القصة، والقصة التي كانت قبلها التي هي عبارة عن مناظرة جرت بين النمرود وبين الخليل إبراهيم عليه السلام، هذا القصص أتى به الله عز وجل بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان به سبحانه وتعالى في آية الكرسي التي تم تفسيرها وشرحها بعون الله توفيقه، ثم بعدما ذكر الإيمان بصفات القدسية العالية، وبعدما ذكر الله عز وجل كذلك ولايته للمؤمنين وولاية الطاغوت الكافرين، أتى لنا ذكر لنا نموذجا عن تحكم الطغيان في نفوس الكفرة المعاندين المجادلين في وحدانية الله تعالى، فذكر لنا قصصا ثلاثة: القصة التي عبارة عن مناظرة بين أو ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه، ثم القصة التي عشنا معها في الحصة الماضية وهي قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية، ثم نعيش في هذه الليلة مع قصة أخرى التي تدل على ماذا؟ على البعث ويعني بعد الفناء. القصة الأولى يعني فيها ماذا؟ فيها بيان إثبات الخالق الحكيم، والقصة التي ذكرناها في الحصة الماضية تدل على ماذا؟ على إثبات الحشر والبعث بعد الفناء، وكذلك هذه القصة التي سنعيش معها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى تدل كذلك على ماذا؟ تدل على البعث ويعني بعد الفناء.
ما هي هذه القصة؟ قصة تتمثل في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير، فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن ياتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أحبتي في الله، قبل الشروع عفوا في تفسير هذه الآية، لا بد أن نشير إلى مسألة، وهي أن العلماء قد ذكروا أسبابا لسؤال إبراهيم، منها سبب لماذا سأل الخليل ربه، لماذا سأله عن الكيفية؟ قالوا لأن إبراهيم لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت أراد أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى علم اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كأن الخليل إبراهيم عليه السلام يقول لله عز وجل: يا رب أنا أوقن بالوجدان بأنك قادر على الإحياء والإماتة، ولكن ما أوقن به بالوجدان أريد أن أراه بالعيان، أريد يا ربي أن أزداد بصيرة وسكون قلب برؤية ذلك. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، إبراهيم عليه السلام يسأل عن ماذا؟ يسأل عن الكيفية، هل يتكلم في قدرة الله عز وجل؟ لا يتكلم في قدرة الله عز وجل، وإنما يسأل عن الكيفية، يطلب الحال التي يكون التي تكون عليها ماذا؟ عملية الأحياء، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم، قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، الرحمن الصخر الكنية المكنى بأبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. اسمع الحديث هذا، نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا قول من؟ هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقد معتقد ولا يظن ظن أن الأمر يتعلق بالشك، لا يعتقد هذا ولا يظن هذا، إلا واهم، إلا الذي لا يخاف الله، وإلا فقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة. معناه نحن أحق بالشك من إبراهيم، معنى هذا عن إسماعيل بن يحيى قال: على هذا الحديث لم يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم عليه السلام في قدرة الله على الإحياء، وإنما شكا، يعني هم جوج يعني إبراهيم ورسوله، وإنما شكا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا. هذا قول. قول آخر يعني أبو سليمان الخطابي قال رحمه الله في قول: ليس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف، ليس فيه اعتراف بالشك على نفسه، يعني رسول الله نفسه رسول الله، ولا على إبراهيم، وإنما فيه نفي الشك عنهما، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لم أشك في قدرة الله الإحياء، فإبراهيم من باب أولى أن لا يشك، فإبراهيم من باب أولى، ثم يزيد ويقول: وإنما قال ذلك من باب التواضع والهضم من النفس. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم فيه الإعلام بأن المسألة من إبراهيم لم تعرض من جهة الشك، وإنما من جهة زيادة العلم بالعيان، لأن العيان يعني يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال. وقيل
يعني لما نزلت هذه الآية يعني وإذ قال إبراهيم وربي أرني كيف تحلم، لما نزلت قال قومون شك إبراهيم ولن يشك لن يشك نبينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، ما هو هذا القول؟ نحن أحق بالشك من إبراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وتقديما لإبراهيم على نفسه، هذا للتأكيد على أن الأمر لا يتعلق بالشك. قلت أحبتي في الله وبالله التوفيق، إن إبراهيم عليه السلام عندما يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، فإبراهيم عليه السلام يطلب الحال التي يكون عليها التي تكون عليها عامل فيها، هو لا يتكلم كما قلت قبلا لا يتكلم في قدرة الله سبحانه وتعالى. ولنضرب أحبتي في الله هذا المثل، لنضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى، هذا المثل المثل من باب تقريب الصورة، المثل أحبتي في الله من باب تقريب الصورة من العقول، وإلا فنقول إن الله عز وجل منزه عن التشبيه. قد يقول قائل لمهندس معماري كيف بنيت البيت؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله يا ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول نبينا. قلت أحبتي في الله وبالله التوفيق، إن إبراهيم عليه السلام لا يتكلم في قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما يسأل عن الكيفية ويطلب الحالة التي تكون عليها عمل الإحياء. وكما قلت لنضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد، وإلا فالمثل من أجل تقريب الصورة من العقول، والحق سبحانه وتعالى منزه عن التشبيه. قد يقول قائل لمهندس معماري كيف بنيت البيت، هذا مثل. إن صاحب السؤال يشير إلى ماذا؟ يشير إلى حدث وإلى محدث هو البيت وقد تم بناؤه. إنه يسأل عن ماذا؟ يسأل عن الكيفية، كيفية بناء البيت. لذلك وإلا نتساءل جميعا أحبتي في الله، لنسأل هل كيفية الإحياء أو معرفة الكيفية تدخل في عقيدة الإيمان؟ هل معرفة الكيفية تدخل في عقيدة الإيمان؟ لا تدخل في عقيدة الإيمان، إنها طرف زائد عن كيفية عن عقيدة الإيمان. إن عقيدة الإيمان هي أن يؤمن أن يعلم المؤمن أن الله عز وجل قادر على إحياء الإيمان.
أما معرفة الكيفية لا تدخل في العقيدة في العقيدة الإيمانية. ولهذا قال سبحانه وتعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. بلى هذه تأتي بما بعد النفي، إجواب بما بعد النفي. ما معنى بلى؟ بلى يا ربي أنا مؤمن تماما إيمان على تؤمن ماذا؟ بأنك قادر عن إحيائي وإماتي. هذا هو القدر الكافي في العقيدة في العقيدة الإيمانية. بلى بلى ولكن يطمئن قلبي. ما معنى يطمئن؟ أريد يا ربي أن أزداد بصيرة وسكون قلب برؤية ذلك. هذا معنى ولكن ليطمئن قلبي. أحبتي بالله، بعض السطحيين قالوا إذا كان إبراهيم مؤمنا والإيمان، ويقولون هؤلاء السطحيون يقول بعضهم يقولون إذا كان إبراهيم مؤمنا والإيمان كما نعلم هو اطمئنان القلب إلى قضية ما بحيث لا تطفو لتناقش من جديد. القلب يطمئن إلى قضية معينة بحيث لا تدخل لا تضر من أجل أن تناقش من جديد، فقط القلب اطمئن إليها اطمئن إليها لا تناقش هذه القضية. ولذلك نقول للأمر عقيدة. ما معنى عقيدة؟ أمر معقود. فكيف يقول إبراهيم حسب رأي هؤلاء السطحيين كيف يقول إبراهيم عليه السلام ولكن يطمئن قلبي؟ أليس في هذا القول دليلا على أن قلبه لم يكن مطمئنا؟ ومعنى عدم اطمئنان القلب، معنى عدم اطمئنان القلب أن قلبه كان فارغا من الإيمان. هذا قول من؟ قول بعض السطحيين. نقول لهم أو نرد عليه بسؤال، إلى أي شيء يريد إبراهيم أن يطمئن قلبه؟ إلى أي شيء يريد إبراهيم أن يطمئن قلبه؟ يريد أن يطمئن قلبه إلى كيفية مخصوصة. إن إبراهيم أدار بفكره كيفيات متعددة ولكن أراد أن يطمئن إلى كيفية مخصوصة. إذا نقول إن الاطمئنان هنا قادم لمراد في كيفية مخصوصة تخرج من متاهات كيفيات متخيلة ومتصورة. ما كنت قد تجد تبعيني؟ واضحة 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 يا رب. كين بزاف ديال الكيفيات هو بغي يعرف الكيفيات. الله يجزاك بخير. لا حيث وقال خلعتوني كابا مجموعة كيفيات. يا لا ماشي ما سمحوا لي لا ماشي ما فهمتوا لا ماذا هذا توا بحال هكا لا بغيت بقيت نقول شنو هذه جاي وغادي نكمل واش فهمتوني فهمتوني ها زوينة هذه نعاود هذه إن الاطمئنان هنا قادم لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متخيلة ومتصورة. حاشا هذا ما يريد أن يطمئن إليه إبراهيم عليه السلام. يريد أن باختصار شديد أحبتي في الله يريد أن يطمئن إلى كيفية مخصوصة. فالله عز وجل يقول فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أحبتي في الله إن الله عز وجل يعلم أن إبراهيم عليه السلام يعلم أو يؤمن بأن الله قادر على إحياء الإيمان ولكن يريد يسأل عن كيفية. وهل الكيفية يمكن شرحها بكلام؟ يمكن شرحها لا يمكن شرحها إلا بعملية واقعية. الله تعالى يعني قد يستغني عن هذا ولكن الله عز وجل
بطلاقة قدرته، وسنعيش مع هذا، بطلاقة قدرته وبحكمته البالغة أراه التجربة عملية، كما هو الحال بالنسبة لمن؟ للعزير. للعزير أراه التجربة عملية، لأن الخوت، لأن هناك شيئا نؤمن نقتنع به بالدليل، وشيء آخر نقتنع به بالمشاهدة. والله عز وجل في قصة العزير أراد أن يكون الدليل إيمان مشهد، ولكن هذا الدليل مشهدي، هل جعله الله في ذات في القرية أم في ذات السائل؟ في ذات السائل، في ذات السائل. سبحانه قادر على أن يحيي القرية كما والعزير يرى، ينظر بعينيه، ولكن الله تعالى كما قلت بطلاقة قدرته وبحكمته البالغة جعل الدليل المشهدي في ذات السائل، وكأنه يقول للعزير: يا عزير، أنت قد استفهمت، واستفهامك كان استعظام لقدرتي، وفي تعجب من حال هذه القرية وما هي عليه من خراب الدمار، فتعالى نميتك ثم نحييك. إذن هذا معناه جعل الدليل المشهدي في ذات السائل. نعود إلى القصة التي نحن بصددها في هذه الليلة. الله تعالى أراه التجربة عملية، رأيك في أن الله عز وجل أراد الله عز وجل، لو شاء الله عز وجل أن يقول إبراهيم: يا إبراهيم، أنا قادر إحياء الموتى، ولا يريد تجربة عملية. الله تعالى له ذلك، ولكن الله تعالى كما قلت بطلاقة قدرته، هذه آية تدل على طلاقته وتدل على حكمته البالغة، بمعنى أنه أراه التجربة عملية، لأن الأمر يقتضي أن تكون عملية واقعية. خذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منه جزءا، ثم ادعوهن ياتينك سعيا. بمعنى يعني ضمهن إلى صدرك، معنى صرهن ضمهن إلى صدرك وقطعهن، بمعنى صار يصور، بمعنى قطع. صرهن صار، هذا هو الفعل، صار يصور بمعنى قطع. أخذ الطير وقطعهن كما وذبحهن ثم قطعهن وفرقهن على رؤوس الجبال، جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا. واعلم ان الله عز وجل، يقول مسيرون ومنهم مجاهد رحمه الله عليه ورحم الله الجميع، اخذ 4 طيور، كل نوع له شكليه مخصوصه، اخذ طاووسا وحمامة وديكا وغرابا. تأملوا في هذه الطيور، كل نوع له شكلية مخصوصة، ليس هناك نوع واحد بل شكل. ولماذا قال الله تعالى: فصرهن إليك، حتى يعني لا يختلط الأمر على إبراهيم عليه السلام، حتى لا يقول إبراهيم إن الله قد أتى بطائر آخر. ضمهن، يا تأكد من الطير، ضمهن إلى صدرك ثم قم بتقطيعهن. وهكذا وقع ونزل، يعني إبراهيم عليه السلام أخذ الطير ثم قام بذبحهن وبتقطيعهن وتفريقهن على رؤوس الجبال. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخذ رؤوسهن بيده، إبراهيم حبر الأمة ترجمان القرآن، يقول أخذ رؤوسهن بيده، فأمره الله عز وجل أن يدعوهن، فدعاهن كما أمره الله عز وجل، ثم جعل ينظر إلى الريش، يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها ببعض، حتى قام كل طائر على حدته، فأتينه يمشين سعيا، أتينه يمشين سعيا حتى يكون أبلغ له في الرؤية التي سألها. قبل أن نكمل قول ابن عباس، الله عز وجل يقول: ثم ادعوهن ياتينك سعيا. والحديث حول الطير
والطيران من خصائص الطير وليس السعي. إذن فمجيء الطير سعيا إيضاح كامل أم لا؟ إيضاح كامل. مجيء الطير سعيا ليس كمجيئه طيرانا، لأنه يريد، لا ننسى إبراهيم عندما سأل عن كيفية يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى علم اليقين، يريد أن ينتقل من علم الاستدلال إلى علم المشاهدة. هو يؤمن بعلم الاستدلال بأن الله عز وجل قادر، ولكن كما قلنا كأن إبراهيم يقول يا ربي أنا أوقن بالوجدان، ولكن ما أوقن به بالوجدان أريد أن أراه بالعيان. فقد يقول قائل أليس من المقرر أن يقول الله عز وجل ثم ادعوهن ياتينك طيرانا، لأن الحديث حول الطير والطير من خصائص الطيران، فنقول لهذا السعي إن مجيء الطير هو إيضاح كامل. بعدما عبد الله عباس قال بعدما قال ثم أتيناه يمشينا سعيا ليكون أبلغ له في الرؤيا التي سألها، ثم صار كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، وإذا قدم له رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. هذه أحبتي في الله هذه آية، وآية تدل كما قلنا تدل على ماذا؟ تدل على طلاقة قدرة الله تعالى. وماذا تريد أن تفهم؟ ما عليك إلا أن تسلم بهذا، لأننا نتحدث عن المطلق، نتحدث عن طلاقة قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا قال يقال لو ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ما معنى واعلم أن الله عزيز حكيم؟ عزيز بمعنى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. العزيز هو الذي لا يغلب، العزيز سبحانه وتعالى هو الذي لا يقهر، والحكيم حكيم في تدبيره، حكيم في صنعه، الحكيم هو الذي لا يضع الشيء إلا في مواضعه وفي محله. ولهذا قال سبحانه وتعالى وهو يختم هذه الآية واعلم أن الله عزيز الحكيم. أتعلمون ماذا قال عبد الله بن عباس بخصوص هذه الآية؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما في القرآن آية أرجى عندي من هذه الآية. بمعنى أرجى آية في القرآن الكريم عند عبد الله بن عباس هي هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وعن سعيد بن مسيب رحمه الله قال اتفق عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن يجتمعا وهم شبابا، ما زال شباب، فقال أحدهما لصاحبه أي آية أرجى عندك لهذه الأمة في القرآن الكريم؟ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن العاص قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أما إن كنت قلت هذا فأنا أرجى آية عندي في القرآن الكريم قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. يا من عجز عن وصفه الواصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.